هاي GIF أو GIF هي اختصار لـ Graphics Interchange Format، وهي كناية عن صور مدموجة بملف واحد على شكل صورة متحركة. ومع أنه كتار تعرف عليها مؤخراً، إلا أنه الجيف عمره أكثر من 32 سنة كونها انطلقت بأيار 1987. تستعمل الجيف اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، فيسبوك وعلى واتساب كمان، للتعبير بشكل مضحك عن المواقف، وعم بيزيد استعمالها بشكل كبير مع تقدم الوقت. تعتبر الجيف من الوسائل المستخدمة بالاعتراض والاحتجاج على شبكة الإنترنت بسبب تأثيرها السريع وسهولة مشاركتها. وإذا كانت الصور بتعادل كلمة، فالألف جيف يلي بتحتوي على 60 صورة كمعدل عام بتعادل 60,000 كلمة. مين قال إنه الإنترنت بيشهد يومياً مشاركة أكثر من 7 مليار جيف؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.